صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله تعميم بشأن عطلة أول السنة الهجرية 1441 للهجرة. وجاء في التعميم إنه بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة تعطل وزارات المملكة وإداراتها ومؤسساتها العامة يوم السبت الأول من شهر محرم الموافق للحادي والثلاثين من شهر أغسطس 2019، وحيث أن يوم ذلك اليوم يصادف عطلة أسبوعية يعوض عنه بالتعطيل يوم الأحد الموافق للحادي من شهر سبتمبر 2019.